واجه النجم محمد حماقي هجوم شديد الفترة اللي فاتت، واتهموه فيها بسرقة ألحان وتوزيع لبعض أغاني ألبومه الأخير عمره ما يغيب من أغاني أجنبية. حماقي رد على الاتهامات دي وقال إن أغاني الألبوم مش مقتبسة من أي أغاني لا أوروبية ولا عربية، وأكد حماقي إن كل الملحنين اللي اشتغلوا معاه في الألبوم محترمين جدا وقدموا أغاني رائعة. حماقي قال كمان إنه ما يقبلش حد يهاجم الملحن عمرو مصطفى لأنه فنان مبدع ودايما بيقدم أحلى وأروع الألحان.